السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصدقني لو قلت لك ان شات جي بي تي مش شغال بكامل قوته، وان هو عنده نقطة ضعف خطيرة جدا، وهقول لك ازاي نحلها مع بعض. طيب لازم يكون اثبات عملي. خليني اسأل الشات جي بي تي، ايه هو فريق العالم اللي فاز بكأس العالم 2022؟ من الذي فاز بكأس العالم 2022؟ قال لك ايه؟ قال لك ان هو ما عرفش. ليه؟ شات جي بي تي مبني على المعلومات اللي معموله قبل 2021، يعني هو عنده الحكمه اكتر من فكره المعلومات. ده كان بيتكلم شخص حكيم وعنده معلومات، لكن هو منفصل بقاله فتره مش متحدث. طب انا عايز احدثه، عايز اخليه يبقى محرك بحث ايضا مع بعض. ففي أداة موجودة في جوجل كروم اسمها ويب شات جي بي تي، بيزود لحاجة اسمها سيرش اون ذا ويب. هقول له اد تو كروم، كده انا ضفته للكروم. تمام، هقول له دخلنا على الموقع، فلقيت حاجة اسمها سيرش اون ذا ويب. لو انت شغال ومش مفعلها هيبقى الامر عادي. طيب لكن لو انت فعلتها وانت شغال وقلت له يلا يا عم جاوب لي على السؤال دوت، هيعمل ايه؟ هيروح لمحركات البحث ويبدا ان هو يجيب لك المعلومات ويبدا ان هو يستنتج من المعلومات ديت. فاحنا زودنا القوه بتاعه الذكاء الاصطناعي وخليناه محدث وخليناه يقدر يجاوب الحاجات اللي حصلت خلال الايام اللي فاتت.